عامل كام مشوار، لو اتأخرت ادي الورقة دي لأي حد هيوصلك بيه. هتتأخر؟ لا لا، بس لو اتأخر. السلام يا ولد. بسم الله ما شاء الله. اسمك ايه يا حبيبي؟ عبد الله. عاشت لسامي يا عبد الله. خد يا حبيبي، خد كرم الله عجب. خد خد يا حبيبي، ما تخافش. خد يا حبيبي. ايوه يا حبيبتي، الساعة دلوقتي 5:45. ماشي خلاص، هطلع اغير واكل واكلمك. ماشي يلا بقى، سلام عشان حاجتنا اهو. يلا ماشي، اوكي. سلام سلام سلام. حاجة. ايوه. معلش يا حاجة، انا ساكن في العمارة دي وشايفك هنا من الصبح. عند حضرتك مشكلة ولا حاجة؟ لا لا، انا قاعدة مستنية ابني وهيجي ياخدني. يعني مش محتاجة اي حاجة؟ كتر خيرك. يعني بس يعني لما وقفة يعني لو بقوا ما يعني. رجل ناس من الصبح. طبعا اتفضل. كتر خيرك. فيه بتقرا؟ لا لا. الحمد لله. هو ابنك قال لي جاي امتى؟ هو قال لي استناه هنا لغايه ما يقضي مصلحه ويجي، وهياخدني بيته وهشوف مراته وابنه. حاكم دي أول مرة أنزل مصر. فعلا؟ أول مصحف. بس ابني عايش هنا في مصر ومتجوز من عندي ناس عليوي قوي، ومخلف ولد زي القمر. استنى لما أوريهولك، اسمه حمادة. بص روح قلبي عليه. أبوه قد إيه؟ سنة وست أشهر. ما شاء الله، أبوه طالع لبيتي. كان زمان بقى يا ابني.
تعرف انا عمري ما شفته، وكمان نشف ريقي لغايه ما جاب الصوره بتاعته. لما كان يجي البلد اقول له ما جبتش مراتك وابنك ليه؟ يقول لي الست بتتعب من السفر. طب ما انا اهو ست كركوبه واولاد الحلال ركبوني القطر وجيت وبنستناني في المحطه. لكن تقول ايه بقى على بنات الايام دي؟ صحيح انت اسمك ايه يا عبد الله؟ ما شاء الله شكلك كده سمح وبين عليك ابن ناس. شكرا. بص انا حوريك حاجه وعايزك تقولي رايك فيها. وريني. اصل انا جايبها لمرات ابني وخايفه ما تعجبهاش. بس قولي بقى بصراحه وما تضحكش عليا. حلوه قوي بجد. اه والله حلوه. ايوه علشان انا سايب ابني يعرفوا ان احنا مش اي حد. على فكره انت لو معاكي رقم وانا ممكن اكلمهولك من هنا. صحيح. اه والله. على العموم هو كان مديني الورقه دي وقال لي لو اتاخرت عليك اديها لاي حد وهو هيوصلك. هاتيها دي اكيد فيها رقم. ولا بلاش يكون مشغول ونعطله. هاتيها بس ونطمن عليه. ولا انت مش عايزه تشوفي حماده؟ بس اعمل حسابك بقى ان شاء الله لما يجي ابني ياخدني لازم تيجي تتغدى عندنا. بابا انا من يجب هذه السيده التوجه بها الى اقرب دار شرطه.